سلام ومحبة. كل آمال السودانيين الآن متعلقة في 14 أغسطس. الشعب السوداني في الداخل وفي الخارج، النازحين واللاجئين والمغتربين، كل السودانيين آمال متعلقة في 14 أغسطس في لقاء جنيف أو مفاوضات جنيف. الشعب تعب، الشعب اتألم، والشعب اتمزق، والشعب عانى ووصل حد الرمق. ما تفتكروا إنه الشعب داير الحرب وما يسوقوكم للخطابات الجوفاء وخطابات الإعلامية بتاعة الملابسة والغرف الإلكترونية اللي بتحاول تروج؟ لأن الشعب مؤيد للحرب وعايز يخلص من هذه القوات أو تلك القوات. أبدا، الشعب تواق للسلام، تواق للأمن، تواق للانعتاق، تواق لأنه يرجع لبلده آمن، لأن الشعب يتشرد والشعب يتذل والشعب يتهان. والشعب السوداني الآن بقى عالة على كل الشعوب، والشعب السوداني الآن يصرخ من الجوع، والمنظمات الأممية ولا منظمات الإقاصة وغيرها تتحدث عن جوع الشعب السوداني، وما مؤتمر جنيف أو لغاء جنيف إلا لأنه في تقارير إنسانية صعبة جدا عن حال أوضاع السودانيين. نتمنى إنه تتم هذه المفاوضات ويتم هذا اللقاء بأمن ويسلام، ويحقق أحلام وطموحات الشعب السوداني الطيب السمح المعافى، ونرجع لأوطاننا سالمين غانمين.